أكشاي كومار. جاءت علاقته الأولى بالفن في مرحلة الطفولة، حيث ظهرت عليه موهبة الأداء الغنائي والرقص، ولكن بمرور الوقت بدأ يتجه أكثر لمجال الرياضة. بعد عودته لمومباي جاءت الفرصة بالصدفة لأن يعمل عارض أزياء لطول قامته وبنيانه الجسماني المتناسق، ولم تكن هذه الفرصة بوابته لعروض الأزياء فقط، وإنما كانت بوابته لشاشة بوليود التي استقبلت وجه جديد على شاشتها عام 91 اسمه أكشاي كومار. رغم عدم التفات الكثيرين لموهبة أكشاي كومار في عمله الأول وهو فيلم سوغاندا، إلا أن صناع السينما استطاعوا أن يستفيدوا من موهبته في التجارب التالية، حتى أصبح في وقت قصير نجم الأكشن لتتوالى أعماله من فيلم لآخر. لم يستسلم كومار لحصار المنتجين له في أفلام الأكشن، وإنما حاول أن يقدم تنويعات مختلفة من الأدوار.